التلغراف، صحيفة التلغراف البريطاني، وزرنا مركز التصدير والاستيراد الكارغو الشحن الميغ اللي بيشكل 80%. كان في شرح تفصيلي من قبل المعنيين في الجمارك السيد ضياء، اللي هو شرح للسفراء بالتفاصيل الآلية المعمول فيها بالمطار التي تتوافق مع كل المعايير الدولية. رجعنا كمان، كان في جولة للإعلام داخل مركز الشحن الأول ومركز الشحن الميغ، وعملنا جولة نحن والسفراء على سور المطار. ليش على سور المطار؟ على سور المطار قام قائد جهاز أمن المطار العميد كفوري بالشرح تفصيلي لسعادة السفراء أو من يمثلهم حول دور الجيش اللبناني، كتيبة المدافعة بحراسة وأمن المطار من أسوار المطار من خلال وجود الكاميرات، العناصر، الضباط إلى آخره، الرتباء إلى حرم المطار إلى كافة مرافق المطار. هذا الموضوع نحن بطبيعة الحال كمان اللي بحب من وسائل الإعلام حيكون في زيارة ميدانية من قبل جهاز أمن المطار لوسائل الإعلام، وين ما بتختار جهاز أمن المطار حيعملكم زيارة بقلب المطار. منضيف عليها نحن اليوم مع الرئيس مياتي، كان في اللي سمعتوه مبارح انه بالاخير جريدة التلغراف او صحيفة التلغراف شرحنا مبارح هذا التشويه لسمعة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، وبالتالي عم نعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريدة لما شكلته من ضرب معنوي ليس فقط للمطار بل لكل لبنان واللبنانيين. مرافق الدولة اللبنانية من المرافق البحرية لمطارها الجوي هي مفتوحة لكل السفراء أيضا، لن نكتفي بتلك الزيارة، كل سفراء الدول جميعا أي أحد يرغب بزيارة المطار بيتواصل مع المديرية العامة للطيران المدني جهاز أمن المطار، وسوف نقوم بترتيب زيارة ميدانية لكل السفراء حتى سفير سفير. لبنان بلد يعاني، العدو الإسرائيلي عنده 1000 خرق جوي بالسنة فوق الأجواء اللبنانية وخصوصا فوق مطار رفيق الحرير الدولي بيروت. التشويش على الأقمار الصناعية ذكرت في تقرير من الاتحاد الأوروبي وليس من الدولة اللبنانية اللي هي تستعين به الطائرات بالهبوط والإقلاع. نحن مطارنا يستوفي كل المعايير الدولية بالتفاصيل. نرجع من أكد نتشكر السفراء جميعا أو من مثل تلك السفرات، نتشكر الإعلام إن حصل منا أي تقصير ولكن في ترتيبات وإجراءات. وبرجع بقول المطار مفتوح للجميع وأهلا وسهلا فيكم. تفضل معالي الوزير. معالي الوزير، هل الحكومة اللبنانية ستقوم برفع دعوة على جميع؟ أكيد اليوم كان في صباحا اجتماع مع دولة رئيس الحكومة السيد نجيب مياتي، واليوم في اتصالات مع هيئة القضايا بوزارة العدل مع سفير لبنان السفير رامي مرتضى في لندن لحتى مع محامين لنشوف الإجراءات القانونية المناسبة لرفع دعوة على جريدة التلغراف. سوري بس مع الوزير اليوم يعني هيدا السيد هايل من الأخبار يلي انتشر واتضح بعدين ما هي مزيفة، لما بنحكي عن إلغاء الكنديين أو صاحب السفرة وهلأ يعني صار بتقرير صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم نحن هل عم نواجه حرب نفسية؟ أكيد كيف للحرب يلي عم تصير؟ نحن بالمطار مع المقال اللي صدر عن التلغراف امبارح انتقلنا من الخروقات الجوية من قبل الطائرات الإسرائيلية، انتقلنا إلى حرب نفسية عبر مقالات مكتوبة. ومبارح أثبتنا واليوم أثبتنا زيف تلك المقالات. وأنا ما حكون مقصر إذا بقول تلك المقالات هي مقالات سخيفة، ولكن بالأخير لأننا بنتحمل مسؤولية ونتحمل مسؤولية تلك المرافق ونكون شفافين مع الرأي العام اللبناني
والمجتمع الدولي دعينا السفراء جميعا لزيارة ميدانية للمطار لحضور الإعلام. التليجراف معقول يكون تمهيد لعملية ممكن تكون عم تتحضر، ولكن كان لابد من نشر هيك تقارير لتحضير الرأي العام العالمي. أنا ما بعلم بالغير، ما بعلم بالغير. معالي الوزير لماذا تليجراف قالت في مصدر داخلي وحكيت عن معلومات طبعا حضرتكم قلتوا انه هي غير صحيحة، هل تمت من تحقيق داخلي للموظفين او لشركة النقل للتأكد او انتم جازمين هذا الامر؟ نحن بالنسبة لنا المصادر اللي ذكرت في تليجراف في المقال كان على الجريدة البريطانية، انه تسال على الاقل الديبارتمنت فور ترانسبورت البريطاني اللي هي بمثابه وزاره النقل البريطانيه التي تقوم بزياره سنوي لمطار رفيق الحرير الدولي بيروت، واخر زياره لها كانت ب 22 كانون الثاني 2024، مش عمرها 6 شهور. وتلك الزياره الديبارتمنت فور ترانسبورت زارت كل اركان المطار، كل مرافق المطار، ما بقت شيء ما زارته. وبالتالي كان يجب على التليجراف انه من مصادرها تكون، من الافضل ان تكون مصادر رسميه بريطانيه ليست مصادر مش معروف مصدر منها. على الوزير السفيره الامريكيه عم شوف في غياب لهم، كيف بتفسروا هذا الرد؟ هل هو غياب اليوم عن الجوله اضافه الى امن المطار؟ يعني كان في اختراق سابق بالمطار كمان، ما عرفنا أول شيء الدعوة طلعت عبر وسائل الإعلام للجميع، وممكن لأنه الوقت 10:30 الصبح ما حدا قدر هيك جدول مواعيده، ممكن مشاكل لوجستية عنده، لكن بالأخير برجع بقول لك وقت بتكون ديبارتمنت فور ترانسبورت البريطانية المعنية بالنقل في بريطانيا بتزور المطار بشكل سنوي وفي تواصل دائم ومستمر مع السفارة الأمريكية مع السفارة البريطانية من قبل المديرية العام للطيران المدني، ونحن نشجع أن المديرية العام للطيران المدني أن تكون بالتنسيق مع كل السفارات الموجودة في لبنان ومن ضمنها السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية.